طريقة إصلاح سماعات أو ليزيات أو كاسك البلوتوث ومكان العطل ببساطة هو مكان الشحن مخرب بشكل كبير، وبالتالي لو أردنا شحن هذه السماعات فلا يمكننا نبحث عن المكان الذي يتواجد فيه العطل. نحن مباشرة نقوم هذه الإسفنجة، كيف نقوم بفتحها؟ نقوم بسحبها على هذا الشكل الأحمر، وكما ترون هذه الإسفنجة لقد قمنا بإزالتها، قد ظهرت لدينا هذه المسامير أو هذه البراغي، ونقوم بإزالة هذه البراغي. نقوم بسحب هذه القطعة على هذا الشكل كما تلاحظون. الآن نقوم بإزالة هذه البوردة أو هذه الطريقة، وتحتها من هنا ظننت أن البطارية موجودة، يعني هنا في هذا المكان، لكني لم أجد البطارية، فهذه السماعات فهي مختلفة عن باقي السماعات. نقوم بإرجاع تركيبها إلى مكانها أول. الآن نقوم بفتح هذه القطعة بنفس الطريقة، بفتحها على هذا الشكل، نقوم بإزالته جانبا، وكذلك بفتح هذه البراغي أو هذه المسامير. والآن لاحظوا هذا هو يعني مكبر الصوت أو الباف، ومباشرة أسفله توجد البطارية. لاحظوا هذه البطارية، نقوم بإزالة هذه البراغي، نقوم بسحب هذه القطعة إلى هكذا، هذه هي البطارية. لاحظوا لدينا هنا سن هنا ولدينا سن هنا. إزالة هذه البلاستيكة كما ترون، هنا لدينا الزائد يعني الموجب، وهنا السالب يعني الناقص. فالموجب وهو هذه القطعة، والسالب هو هذه القطعة. نحن لكي نجعل هذه البطارية تشحن نحتاج إلى هذا مثل هذا، يعني قطعة USB من أي وصلة شاحن. يمكنك أن تحصل على هذا الفيش، لو قمت بقطع أي فيش أو USB على هذا الشكل سوف تحصل على 2 من الخيوط أو 4 خيوط. المهم أنك ركز على 2 من الخيوط، هما اللون الأسود واللون الأحمر، يعني الأحمر هو الزائد والأسود هو الناقص، فقط ببساطة. نحن أين سنقوم بتشبيت هذه القطعة؟ نقوم بتشبيتها في هذه المنطقة هنا، هنا في الظهر، هنا البطارية، ونحن سوف نقوم بتشبيت هذه القطعة يعني فوقها على هذا الشكل هنا، نقوم بتشبيتها فقط على هذا الشكل. نقوم بعمل ثقب هنا على هذا الشكل، نقوم بإحضار الـ USB هذا، نقوم بتركيبه وإدخاله هنا بهذه الطريقة، نقوم بإدخاله على هذا الشكل حتى لصق الماء هذا، أو نقوم بوضعه في الجوانب هنا. كما قلت لكم هنا لدينا يعني الزائد، هنا لدينا الناقص. الزائد يعني يشير إلى اللون الأحمر، والسالب يشير إلى اللون الأسود، يعني نقوم بربط الخيط الأحمر مع هذا الزائد، ونقوم بربط الخيط الأسود هنا مع الناقص. الأسود هنا يجب. الآن أقوم بتثبيت هذه المنطقة هنا، أقوم بإحضار هذه القطعة فقط القليل على هذا الشكل، وأتركه ينتشر مع جميع المناطق فقط بسهولة، أضعه في الوسط هكذا. لاحظوا الآن مباشرة بعدما تمسك هذا المكبر الصوت بهذه القطعة، الآن نقوم بتجميعه ثم نقوم بتثبيت البراغي. كيف نقوم بتشبيه هذه الإسفنجات أو هذه البونجات؟ أولا نذهب إلى السماعات، نقوم بقلبها على هذا الشكل، لاحظوا، ثم أديرها على هذا الشكل، يعني أتركها في فراغ. والآن أحضر إسفنجة وأضعها على هذا الشكل بشكل مائل، أترك هذا الجانب يعني فارغ على هذا الشكل، ثم أضغط بأصابعي هكذا على هذه الجهة، ثم أرجعها إلى مكانها، لاحظوا بهذه الطريقة. والآن أقوم يعني بسحب هذه الإسفنجة إلى الأسفل، لاحظوا، وحاولوا أن أسحبها إلى الأسفل بهذه الطريقة بلطف، لاحظوا، ثم أحرك، أسحبها وأحرك. لقد دخل البعض بنا هذه الإسفنجة في الأعلى، أقوم بالضغط عليها بأصبعنا هذا بهذا الشكل، لاحظوا، لاحظوا هذه الجهة المرتفعة، أقوم بسحبها بالاثنين من أصابعي على هذا الشكل هكذا، لاحظوا، ثم أقوم ب إفلاتها على هذا الشكل، لاحظوا لقد دخل هذا الجزء. كذلك نتابع نفس الطريقة، نقوم بالسحب على هذا الشكل ثم أتركها كذلك هنا بنفس الطريقة، ولاحظوا فهي تدخل بنفس الطريقة كذلك هنا،
أقوم بالسحب وعندما تصبح مناسبة أتركها، لاحظوا فهي تدخل هكذا، وكما تلاحظون فقط التصقت بشكل رائع. فقط هذه هي الطريقة، طريقة سهلة لكن أغلب الناس لا يعرفونها. بنفس الطريقة نقوم بتشبيت هذا الجزء الثاني. نصرنا الآن لقد قمت بتركيبها بشكل جيد، ولاحظوا فقط هذا هو شكلها. لقد قمنا فقط بإضافة هذا الزر قبل أن نقوم بشحنها أو تجربة تشغيلها. لاحظوا بالنسبة لهذا الزر هو الخاص بالتشغيل والإطفاء، لاحظوا كما ترون أون أوف. في الأصل هو مشغل أون، يعني هو إلى جهة التشغيل، مع ذلك فهو غير شغال. لاحظوا ليست هناك أي إضاءة وليس هناك أي صوت. لاحظوا نقوم بإطفائه وتشغيله كما ترون، يعني فهو غير شغال. نقوم بتجربة شحنه، مثلا تحضر شاحنة على هذا الشكل وتقوم بدمجه مع هذه الطريقة، وتقوم بتركيبه في القابس وتتركه فقط لمدة يعني 10 دقائق، فقط ل10 دقائق، وسوف يشحن بشكل رائع. بما أنني قمت بعمل شاحن احترافي مثل هذا الشاحن كما ترون، شاحن مثله مثل شواحن الهواتف العادية، لكني قمت بتطويله، قمت بإضافة له كابل طويل، أصبح طويل وأشتغل به بشكل رائع. المهم نقوم بتركيبه مباشرة. لاحظوا بالنسبة للزر فهو مطفي، كما تلاحظون فهو مطفي، ونقوم بتجربة شحنه. نقوم بقلبه هكذا، نتركه مثلا لمدة 10 دقائق، نقوم بتشغيل هذا الزر ونجرب. كما تلاحظون فقد اشتغل بشكل احترافي وبدون أي مشاكل. لاحظوا سوف أقوم بإطفاء الإضاءة لكي تروا. كما ترون أصدقائي فهو الزر فهو شغال بدون أي مشاكل، يعني أن هذا الكاسك أو سماعات اللوتش هذه أصبحت شغالة بشكل احترافي. سوف أحاول إطفاءها، لاحظوا كما تلاحظون فهي قد انطفأت. الآن سوف أقوم بتشغيلها. كما تلاحظون أصدقائي فهي أصبحت شغالة. الآن سوف أقوم بسحب الشاحن ونرى هل فعلا قد شحنت أم لا. نقوم بسحب الشاحن، ولاحظوا أصدقائي فهي مازالت شغالة بدون أي مشاكل. لاحظوا الزر، يعني فهي شغالة. نقوم بإطفائها وتشغيلها مرة أخرى. نقوم بإطفائها مثلا، لاحظوا كما تلاحظون فهي مطفية الآن. كما تلاحظون يعني زر أوف، يعني ليس هناك أي مصباح، لا يظهر أي شيء. الآن أقوم بتشغيلها، لاحظوا أمامكم. كما تلاحظون أصدقائي أصبحت شغالة. نقوم بتجربة السماعات لنتأكد فعلا هل قمنا بإصلاحها فعلا أم أننا مجرد نكذب. المهم أولا نقوم بالذهاب إلى الموسيقى في الهاتف مثلا هنا، ونقوم بتشغيلها مثلا لنجرب فقط. لاحظوا كما تلاحظون يعني فالموسيقى شغالة مباشرة بدون أن نكسر أي كلام. نقوم بالذهاب إلى القائمة ونفتح البلوتوث، نقوم بفتح البلوتوث من هنا، نقوم بالضغط على الزر يعني الفتح هنا. كما تلاحظون هذه قائمة يعني البلوتوث التي صعدت لنا، ويعني في الهاتف مباشرة فهو يقوم بالبحث عن البلوتوث أو السماعات هذه، لكننا هذه السماعات لازلنا لم نقم بتشغيلها. ما سوف نفعله ببساطة، نقوم بعمل سكان هنا ونقوم بتشغيل يعني السماعات. نقوم بسحب هذه القطعة هنا، لاحظوا كما تلاحظون فالمصباح قد أضي، يعني أن هذه السماعات قد اشتغلت. ولاحظوا مباشرة لقد أضيفت لنا اسم يعني السماعات هنا في الأسفل، لاحظوا ها هي K1 أو K1، لاحظوا Q1 يعني في الأسفل، هي يعني آخر اسم صعد لدينا. نقوم بالضغط عليه، نقوم بالضغط على أوكي. كما تلاحظون أصدقائي يعني connected، يعني قد اتصل الهاتف مع السماعات بشكل جيد. الآن نقوم بالذهاب إلى نفس الموسيقى، نقوم بالرجوع نفس الموسيقى ونقوم بتشغيلها مرة أخرى.
يعني سماعات صوتها منخفض سوف نقوم بزيادة الصوت إلى الحد الأدنى، يعني أقوى صوت نقوم بزيادة. نقوم بتقريب السماعات، لاحظوا لاحظوا أصدقائي، نقوم بتقريب الصوت أكثر، لاحظوا عندما أقوم بفتحها الصوت يخرج بشكل جيد. لاحظوا ماذا سوف نفعل، نقوم بالتجربة لتتأكدوا. لاحظوا نقوم بالإيقاف، لاحظوا كما ترون لقد قمت بالإيقاف، نقوم بالتشغيل مرة أخرى. لاحظوا أمامكم الآن نقوم بالتشغيل، لاحظوا أصدقائي نقوم بتفويت هذا الفيديو، نقوم بتغيير الموسيقى لتتأكدوا. لاحظوا كما تلاحظون أصدقائي فالكل شغال، نقوم بإطفاء يعني هذه السماعات وسوف تتأكدون بأن هذا الاسم قد اختفى. لاحظوا والآن نقوم بإطفائها، نجرب كما تلاحظ قمنا بإطفائها وكما ترون لقد اختفت علامة يعني الكونكتد أو الاتصال. وبالتالي أصدقائي فهذه الفكرة رائعة، لمن واجهه أي مشكل في سماعات الأذن الخاصة به خصوصا سماعات البلوتوث كيفما كان نوعها، فأنا سوف أضطر إلى عمل فيديوهات أخرى في كل مرة لكي تقوموا بإصلاح السماعات بأنفسكم ولا تقوموا بشرائها كل مرة وتوفروا النقود. لذلك أصدقائي رجاء لو أعجبكم الفيديو ادعمونا بعمل إعجاب، نعم قوموا بعمل لايك أو إعجاب، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتجربوا الصوت دائما بالجديد.